للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ تيسير مطر. أستاذ تيسير، بعد التحية، كيف ترى هذه الرسائل التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 من يونيو؟ رسائل، بحيي حضرتك وبحيي المصريين جميعا بمناسبة 30 يونيو. 30 يونيو عودة مصر وعودة أهل مصر والمصريين إلى حضن الأم وعودة مصر لأبنائها. نعم. 30 يونيو رسائل السيد الرئيس كلها رسائل بتعبر عن حبه للوطن وحبه للمصريين وحبنا للسيد الرئيس أيضا اللي تحمل المسؤولية وشال من علينا أيام سودة كنا عايشينها وكلنا ما نقدرش ننكرها. نعم. 30 يونيو عايز أقول إنها عودة أمن وأمان الوطن لأبنائه وعودة الأبناء إلى أمن وأمان الوطن، لأن الأمن والأمان ده أهم شيء. الإنسان لو ما عندوش أمن وأمان، صحيح، إحنا شايفين الدول الأخرى اللي ما فيهاش أمن وأمان، ما فيهاش أي تنمية، ما فيهاش أي اقتصاد، ما فيهاش معيشة، ما فيهاش حياة المواطن اللي هي أهم حاجة ربنا وهبها له. الأمن والأمان نعمة لابد اننا نحافظ عليها. 30 يونيو عادت مره اخرى الامن والامان الى المصريين. تحيه من القلب لقائد المسيره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيه من القلب للقوات المسلحه والشرطه المصريه، تحيه من القلب للمواطن المصري الجدع الاصيل ابن البلد اللي بيحب بلده ومتاكد انه لازم يحافظ عليها. ونسيج مصر المتكامل بين كل الطوائف اللي احنا مش عايزين نسمي ونقول مسلم او مسيحي او غيره. نعم. الصعايدة، العرب، الشباب، كل الناس نسيج واحد، متمسكين ومتمسكين اكتر في الايام دي نتيجة الحملة الشرسة اللي احنا شايفينها واللي احنا عارفين ابعادها ايه واللي احنا عارفين مين اللي قايمين بيها. وبنقول احنا كمصريين مع القيادة السياسية وبنحتفل كلنا ب 30/6 عودة مصر لينا وعودتنا الى مصر مرة تانية. وعايز اقول ان احنا كنا شايفين ايام ما بننزلش فيها الشارع، سيدات بتخاف تمشي، الشباب بتتعرض لمشاكل، ناس كانت بتزهق ارواح ناس وبتموتهم بدون اي وقت داعي. شفنا كل الالوان اللي الانسان ما يتحملهاش في فتره وجود اللي ما يتسموش. عظيم. فبالتالي عوده 30/6 او عوده مصر في 30/6 احتفال لينا جميعا. واحنا النهارده كمان كتحالف الاحزاب المصريه عاملين احتفاليه، الاحزاب كلها بتحتفل بعوده. نعم. في هذا الصدد استاذ تيسير مطر، طبعا بصفه حضرتك رئيس حزب اراده الجيل، الدور المنوط او الملقى على كاهل الاحزاب السياسيه وما هي التحديات امامها في الفتره المستقبله؟ انا الحقيقه بحييك على الاستفسار ده والسؤال ده، لان الاحزاب ليها دور. كل الاعضاء في الاحزاب وكل احزاب مصر الوطنيه المحترمه كلها اعضائها من مصر، من المصريين نفسهم. كل الناس النهارده في احزابنا واللي بيتكلموا معانا واللي بنتكلم معاهم كقيادات بنشعر بسعادتهم تجاه 30/6 وتجاه مصر وتجاه عوده مصر ليهم مره ثانيه، لاننا كلنا عشنا الايام اللي احنا مش عايزين نشوفها مره ثانيه ولازم ناكد عليها. وانا بحيي الاعلام انه بيذكرنا دايما بالمناظر وبالمشاهد اللي ما فيش حد يقبلها ابدا ولا عايزين نشوفها مره ثانيه. التحديات واللي سيادتك قلته هي نقطه مهمه جدا، ان احنا بنقول بمنتهى الصراحه وبمنتهى الشفافيه امنيتنا مع الحكومه القادمه انها تبتدي تعيد مره اخرى للمواطن المصري اماله وطموحاته في انه يعيش الحياه اللي بيتمناها واللي السيد الرئيس دايما بينادي بيها. احنا النهارده بنشوف سرعه كبيره جدا في بناء الدوله من قياده الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشوف المواطن مسابر ومصابر وصابر مع الرئيس لانه مقتنع تماما بالرئيس وطموحات المواطن بترتفع مع طموحات وسرعه الرئيس. النهارده احنا لو ما عندناش طموحات موجوده وشايفين ان الرئيس بتاعنا رئيس مش مهتم كانت طموحاتنا احنا ما تبقاش عاليه، احنا طموحاتنا عليت كمواطنين مصريين لاننا متاكدين من السيد الرئيس وطموحاته في بناء وطن قوي يستطيع مواجهه الامور الخارجيه وفي نفس الوقت يستطيع انه ينهض بحياه المصريين وبحياتهم الاجتماعيه. ده الامل اللي احنا بنتمناه في الحكومه القادمه، وبنقول للدكتور مصطفى مدبولي ربنا يوفقك احنا كلنا معاك في الخطوات القادمه وبنستحمل. والمواطن المصري بيستحمل كتير قوي
بس شرط انه يبقى فاهم الامور بالنسبه له ماشيه ازاي، وما نديليش فرصه لاي حد انه يلعب فيه كلمات احنا مش حابينها. مش حابينها ومتاكدين من صدق ومشاعر السيد الرئيس ومشاعر رئيس الحكومه تجاه مصر، وشفناها في الاعتذار اللي قدمه للمصريين بخصوص الكهرباء، وبنقول ان شاء الله خطوات للامام وتتحل مشاكل الاقتصاديه. اهم حاجه الصدد ده يا استاذ تيسير، ذكرت يعني جمله مهمه جدا وفكره مهمه جدا عن التعويل على الشعب المصري كقوة صامدة. أنا عايز بس أقول على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شدد على ضرورة توعية المواطن بالتحديات الإقليمية والعالمية بهدف صناعة كتلة شعبية صامدة داعمة تمكنه من مجابهة هذه التحديات. السؤال هنا كيف يمكننا الحفاظ على هذه الكتلة الصامدة؟ ما هي التحديات أمام الدولة المصرية في هذا الصدد؟ أنا عايز أقول لحضرتك وكمواطن مصري، مش لا نائب ولا رئيس حزب، أنا بتكلم كمواطن مصري. إحنا كتلة قوية كمصريين وشباب مصر الواعي المثقف الجدع ابن البلد، لا الكتلة موجودة ومتكاتفة ومتماسكة ومتمسكة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النقطة المهمة في الموضوع ده الجزء الخاص بالقيادة السياسية وبالمواطن المصري. النقطة المهمة إن المواطن المصري نفسه عايز كمان يسمع ويشوف قدامه انجازات بتتم على ارض الواقع من صحيح. الحكومه، وفي نفس الوقت الاعلام الحقيقه بنشكره لانه بيورينا الدنيا عامله ازاي وبيورينا الامور عايزه ازاي. محتاجين بقى همزه الوصل بين الحكومه وبين المواطن تبقى موجوده ومتفاعله عن طريق الاعلام. نعم. ان يطلع النهارده المتحدث الاعلامي لاي وزير من الوزراء يتكلم، او السيد رئيس الوزراء لما بيطلع وبيتكلم الناس كلها خلاص بيوصل لها المعلومه الحقيقيه. الاعلام دوره متميز ودوره مهم جدا، لكن المهم المعلومات اللي تجيله بقى من الوزراء ومن رئاسه الوزراء ايه، عشان خاطر يبقى المواطن على علم بكل بواطن الامور وبكل الاتجاهات وبكل التحديات اللي جايه. عظيم جدا. لكن صدقني بقولها لك بمنتهى الصراحه، الناس ممكن تبقى زعلانه شويه، الناس ممكن تبقى متضايقه شويه، الناس لانها عندها طموح، والطموح زي ما قلت لحضرتك بيزيد نتيجه ثقتهم في الرئيس. صحيح. احنا كمان عايزين الطموح ده يبقى موجود نتيجه ثقتهم في الحكومه ايضا، لان الحكومه هي اللي عليها انها تبقى بتقدم الخدمات المباشره للمواطن في كل المجالات. نعم. يعني عايز لو سمحت لي ان انا ادخل في موضوع خاص مثلا بالجوده، المفروض المواطن المصري يلاقي الجوده موجوده في كل المنتجات اللي بيشتغل بيها، في كل اللوازم اللي تلزمه من المنتجات المصريه. وده لن يتاتى الا بوجود طبعا صناعه قويه بتعززها طبعا الحكومه. وكان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تحدث في كلمته لمناسبه الذكرى 11 يعني استاذ تيسير عن اولويات الحكومه القادمه. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك سؤال فيما لو صلى بهمزه الوصل، حضرتك تكلمت عليه وحضرتك طبعا تحدثت مشكورا على دور الاعلام ايضا من همزات الوصل التي نعدها يعني همزه وصل الحوار الوطني. من ضمن اهداف الحوار الوطني استاذ تيسير مناقشه القضايا الوطنيه والاجتماعيه والثقافيه غيرها من القضايا المهمه والملحه على أجندة طبعا المواطن واهتمامات المواطن المصري، تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسة المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني. إلى أي مدى ترى أهمية الحوار الوطني وما تفرزه الحوار أو جلسات الحوار الوطني من مخرجات؟ منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية. نعم. وتعاون ومشاركة كل القوى السياسية وكل المثقفين وكل أي حد كان عايز يتكلم في حاجة كان بيتوجه إلى الحوار الوطني. صحيح. الحوار الوطني قاعة مفتوحة للمشاركة والمناقشة. وأنا شاهد عيان يعني يا أستاذ تيسير مطر على هذه النقطة تحديدا، يعني أي حد كان عايز عنده كلمة يقولها كان بيتوجه فعلا الى الحوار الوطني، حتى كان في مواطنين بسطاء يعني ليسوا هم يعني من الرؤساء الاحزاب مثلا او من السياسيين او من الاقتصاديين او من الشخصيات العامه، هم كانوا مواطنين بسطاء كانوا بيتوجهون يعني الى مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني للمشاركه في هذه الجلسات. وكانت النتائج ايجابيه جدا، نتائج تثقيف وتدريب مباشره من الكلمات والمداخلات اللي بتتم من اي حد واحنا قاعدين بنسمع
بنستفيد وبنتعلم، واحنا بنتكلم الغير بيستفيد ويتعلم. ففي النهاية الحوار الوطني كان وما زال وسيظل نقطة انطلاق لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وكل الأمور، لأنها بنطلع بتوصيات في النهاية زي ما سيادة الرئيس قال، بنبعت منها اللي بيطلع بيه قرار من سيادة الرئيس أو اللي بيطلع على مجلس النواب لاستصدار قانون ليه. الحوار الوطني مهم جدا، واحنا بنطالب في الفترة اللي جاية استمراره بقوة وتبقى فعلا جلساته علنية عشان الناس كلها تبقى شايفة الحوار الوطني الحوار فيه عامل ازاي، من ديمقراطية ومن حرية رأي ومن نتائج إيجابية لصالح المواطن. لأن كل اللي موجودين في الحوار الوطني في مجلس الأمراء بتاع الحوار الوطني اللي احنا بنوجه له الشكر لمجهوده، كله بيتكلم لصالح الوطن ولصالح مصر ولصالح أبنائنا ولصالح المستقبل. عظيم. النقطة المهمة اللي عايز أقولها بعد إذن سيادتك، فضل. اهتمامنا في الفترة الجاية من الوزارة بالاقتصاد والاستثمار والإنتاج والصناعة والزراعة، هم دول المفاتيح الأساسية اللي لازم المواطن يشعر بيها، وإحنا كمان كصناع وكمستثمرين لازم نهتم بيها ونعلي من شأنها ونقول فعلا مصر ابتدت تبقى جاذبة للاستثمار العالمي. قبل العالمي لابد من الاهتمام بالمستثمر المصري وحل مشاكله والوقوف جنبه، لأنه ده هو ابن البلد. وتابعنا البلد. نعم وتابعنا يا أستاذ، فضل ابن البلد الحر الشريف اللي بيحب بلده، اللي دايما بيقف جنب بلده وعنده استعداد يضحي بروحه من أجل بلده، لازم يشعر بالاهتمام بيه، المزيد من الاهتمام بيه، المزيد من حل مشاكله. واسمح لي كوكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ ان انا اقول الصناعة مهمة جدا، وبنأمل في الوزير القادم اللي هيبقى موجود ان يهتم بالصناعة ويحل مشاكل الصناعة. الصناعة ما هيش مكنة فقط، الصناعة عبارة عن ارتباط بالماليات وارتباط بالاستثمار وارتباط بالتصدير وارتباط بوزارة الخارجية وارتباط بكل الوزارات. الوزارات اللي احنا بنوجه لها الشكر وبنقول لها ربنا يكرمكم ويخليكم لينا والمصر، الدفاع والشرطة، الأمن والأمان، الحفاظ على الأمن والأمان، الترابط بين المواطن المصري وبعضه من أجل الأمن والأمان، عشان الأم وعشان الأخت وعشان البنت وعشان الشباب وعشان بلدنا، لازم نحافظ عليها ونحافظ على مقدراتنا وعلى وطننا. ودي نقطة مهمة جدا، ونبص للي حوالينا، لأن اللي حوالينا ربنا يشيل عنهم وربنا يحفظهم. احنا 102 مليون، احنا 105 مليون، و105 مليون مواطن ولا 110 مليون مواطن، دول كلهم خلف السيد الرئيس. صحيح. وخلف القوات المسلحة قلبا وقالبا، طبعا قلبا وقالبا، من اجل نمرة واحد، الامن والامان. لو ما فيش امن وامان مش هيبقى في حياة، هيبقى في مشاكل مش هتتحل. نعم. اشكرك. النقط دي كلها بترجعنا الى الاقتصاد وترجعنا الى الحياة الكريمة، ودور مؤسسة حياة كريمة المتميز، ودور مبادرة ابدأ المتميزة، ودور القطاعات الاقتصادية لابد من انه يعود مرة اخرى، والاستثمار بقوة الى المواطن المصري والى ابن البلد. كلمات مهمة وعبارات مهمة. انا طبعا بوجه لحضرتك التحية يا استاذ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل.